من كل سنة تفتح القصور الملكية العامرة ومقر الديوان الملكي بمدن المملكة الزاهرة لتستقبل أفراد الشعب الكريم ليستمعوا إلى ما يتلى من آيات الله البينات. ثاني التلاوات سيداتي وسادتي للشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الرحمن الرحيم هو الله
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو والله الذي لا إله إلا هو هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله ايوه الله 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 خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله 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 ال
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا سيداتي وسادتي، وفي هذه الليلة المباركة نقلنا لكم تلاوتين مباركتين من آيات الله البينات. تلا الأولى الشيخ محمود خليل الحصري، وكانت الثانية من تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نقلناهما من قصر الخلد العامر بيت الإدريس العظيم حامي حمى الدين والسائر على نهج الإسلام القويم.